في الاستوديو مدير مركز دراسات الشرق الاوسط في باريس عبد الرحيم علي. يمكن ان نتحدث عن مرشح واحد في هذا السباق؟ بص، احنا دولة تعيش مرحلة استثنائية في تاريخها. دولة قطعت اوصالها، ركعت على ركبيها في ثورتين متتاليتين 25 و30، دخل من دخل وخرج من خرج من كل أجهزة المخابرات الدولية والعالمية في محاولة لترقيع هذا الشعب وترقيع هذه الأمة. نخوض أكبر حرب في تاريخ البشرية على الإرهاب. هنا في فرنسا حادث واحد في أكتوبر 2015 فرضت فيه الطوارئ عامين متتاليين، ثم سن قانونا للإرهاب ضمت فيه كل قوانين الطوارئ اللي كانت موجودة الاستثنائية، وأصبحت فرنسا تعيش بها من أجل حادث واحد. نحن آخر حادث يا أخي في سيناء، قتل 310 رجل وسيدة يسجدون لله في مسجد في سيناء. الهجوم على الكنائس مستمر، قتلى من الأقباط وشهداء من الأقباط 90 واحد حتى الآن في حوادث متتالية من البطوسية حتى النهاردة. 211 ضابط قتلوا واستشهدوا في سيناء وفي أماكن مصر المحروسة بالكامل. وعندما وصل عبد الفتاح السيسي الرئاسة، أول كلمة قال يا سأقضي على الإرهاب. طبعا وسنقضي على الإرهاب، لكن كيف تقضي على الإرهاب ودول عديدة مثل قطر وغير وإيران وتركيا تمول الإرهاب كل يوم؟ كيف تقضي على الإرهاب وليس هناك إجماع دولي حقيقي على المواجهة الحقيقية للإرهاب؟ كيف تقضي على الإرهاب وتذهب كل الإرهابيين اللي موجودين في سوريا، من الذين خرجوا من سوريا ومن العراق ومن ليبيا إلى الصحراء الغربية المصرية لمواجهة مصر ومحاولة ترقيع هذا البلد؟ مليارات الدولارات تدفع كل يوم يا أخي في محاولة تخريب وترقيع هذا البلد حتى تصبح مثل ليبيا واليمن والعراق وغيرها. أنت تتحدث عن الاستبعاد. من يترشحون؟ من ثواني بس، أنت تتحدث، أنت سألت قلت هل هذا يعني استبعاد؟ من يترشحون الانتخابات؟ أنا بسألك ما ذنبهم؟ ما أنا بقول لك أهو. أيوة، من استبعد من الانتخابات؟ قل لي اسم واحد. ذكرت كل الأسماء. لا، قل لي اسم واحد. سامي عنان. سامي عنان له قصة مع القوات المسلحة. لا يجوز يا أخي، أنتم هنا في فرنسا في الدولة الديمقراطية استدعيتم فيون لأن زوجته في يوم ما كانت قد ارتكبت مخالفة، وفي خضم معركة انتخابية نزلتوه من رقم واحد لرقم ثلاثة. استدعيتم ميري لوبين وشلت عنها الحصانة في البرلمان الأوروبي لخطأ منذ 10 سنوات مضت. لماذا لم يتحدث أحد هنا في فرنسا عن عرقلة مرشحين رئاسيين للسلطة لصالح سين أو صاد؟ لماذا عندما تطبق مصر القانون يا أخي لا يسمح لرتبة عسكرية سمعنا صديقي؟ لماذا لم يقدم استقالته أولا ثم يذهب إلى تقييد نفسه في جداول الناخبين ثم يذهب ليترشح؟ لماذا قرر بعد إعلان السيسي ترشحه أن يعلن ذلك دون استيفاء الأطر القانونية؟ لماذا تطلبون منا أن نقف ضد القانون؟ هات لي اسم ثاني. لا يطلب احد ان يقف ضد القانون. هو ده القانون عندنا. ولكن هناك منظمات يعني تنتقد. يعني انت حضرتك تصدم ولد بالعربية في الشارع وترتكب مخالفة قانونية، فأقول أنت حضرتك مرشح لرئاسة، ما يصحش أخدك وحطك في الحبس ووديك النيابة لأنك مرشح رئاسة. أنت مش على رأسك ريشة، أنت مواطن زي أي مواطن. أنت قدمت ورق ترشيحك للانتخابات أو أعلنت، وأنت لازلت عسكريا في القوات المسلحة وتفهم، أنت قائد كبير تفهم القانون العسكري. هذه حالة خاصة، هات لي واحد تاني تم استبعاده، قول لي اسم واحد. انا اعطيتك كل لا قل لي فلان احمد شفيق برضو تاني احمد شفيق اتصل بيه فورا وتليفون ادهولك دلوقتي ليقول لك انه تم استبعاده. اتحداك على الهواء، ان قال احمد شفيق انه تم استبعاده اذا هذه الانتخابات مزوره ونحن نعيش في عالم ديكتاتوري. يعني انت تقصد ان الانتخابات الرئاسيه ديمقراطيه؟ انا بقول لك الشكل. هات احمد شفيق يقول الكلام ده. طيب، انت تقول انه استبعد، وانا اقول لك وهو صديقي ان احمد شفيق خرج من الانتخابات بحريه وبكامل ارادته الشخصيه عندما
قرأ كل المعطيات، راجل سياسي وطني يعني كل وسائل كل وسائل الإعلام مخطئة. انا ما بقولتش كل مش وسائل، انا بقول يعني الجميع تحدث عن استبعاد، عن استبعاد كل مرشحين يا فندم. انا بقول لك هات لي واحد استبعد يقول انا استبعدت، هات لي خالد علي يقول انا استبعدت. وانت النهارده ما تعرفش تجمع توكيلات يا فندم. خالد علي نزل في انتخابات اللي فاتت جاب 168 الف صوت من 27 مليون قدلوا بأصواتهم. أنا عبد الرحيم علي في انتخابات مجلس النواب قدلوا بأصواتهم 75 ألف، أنا جبت 57 ألف صوت في دايرة قوامها 150 ألف صوت، مش قوامها 52 مليون. وتقول لي استبعد، استبعد ليه؟ طيب اليوم ايه قوته يعني خالد علي؟ اليوم منتصف الليل تنتهي المهلة لتقديم الترشحات، تمام. هل يعقل ان يوجد مرشح واحد؟ مين قال؟ في مرشحين، مرشح واحد حزب الغد. طيب وهو المره اللي فاتت كان في ثلاثه ولا كان في حمدين صباحي؟ طيب لدرجه ان احنا كنا بنتنضل ان الشعب المصري راح ادى 97% لرئيس السيسي في انزه انتخابات بعت وقف حمدين نفسه، ها؟ والاصوات الباطله كانت اكتر من اصوات حمدين. ليه ما ترشحش عمرو موسى؟ بتسألوه قولوا لماذا لم تترشح؟ هات شفيق هنا واسأله، اتصل بيه بالتليفون، اعمله شوية مجهود، اتصل بشفيق قول له يقال أنك منعت من الانتخابات. هات عمرو موسى قول له يقال أنك منعت من الانتخابات. هات سين، هات عمرو موسى لم يقل هذا. أنا بقول لك أنت اللي بتقول منع من انتخابات أحمد شفيق، وأنا أقول لك في مؤتمر صحفي عالمي الراجل طلع وقال أنا مش هترشح لأني عرفت اللي بيحصل في مصر. يعني أنت النهارده تقصد مفيش ضغوطات يعني؟ تقصد فين الضغوط؟ طب هات لي ضغوط. مش أنت دلوقتي عايزني أقول في ضغوطات أجاريك يعني في لا 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 لا. طب قول لي. أنت مقتنع بأن الانتخابات في حال وجود مرشحين انتخابات ديمقراطية هذا ما كان ينتظره يا فندم؟ أدي بلد في حالة استثنائية، حالة استثنائية عندكم في تونس يا فندم، عندكم في مليون تونس. مرشح. لا يا فندم انا بقول لك السيسي جيب انتخابات بانتخابات ديمقراطية ولا جيب توافق؟ جيب ايه السيسي؟ السيسي انتخابات ديمقراطية مش صحيح. وانت لما تمنع لما تمنع النهضة تنزل، لما الرباعية اللي خدت نوبل تمنع النهضة تنزل، ها؟ وتحتج على اغلبية النهضة وتقف في الشوارع وتستخدم كل الاساليب، ثم يمنع مرشح النهضة من الدخول إلى الانتخابات ويدخل السبسي ويفوز، مين اللي قال إن ده ديمقراطية؟ وفقا للقوانين الغربية ده توافق. بلد في حالة منقسمة وفي حالة صعبة، عندما استدعى ديجول هنا في 58 كانت حالة ديمقراطية؟ عندما استدعى ديجول في أكبر دولة ديمقراطية واستدعى لماذا؟ لما فعله في الجزائر بعدها بسنتين؟ هل ده ديمقراطية؟ لما استدعى نابليون عشان يقتل 15,000 مواطن في باريس أو باي مكان، كل باريس 200,000 عشان يوقف الدولة دي على رجليها، وإلا دعاة الملكية كانوا هياكلوها. طيب لماذا النهارده كل الذين ضد الوطن العربي كله يتآمرون على هذه الدولة لأنها أكبر دولة، لأن 30/6 أسقط كل أحلامهم في السيطرة في تقسيم الوطن العربي، يريدون رد الصاع لهذا الشعب، لكن الشعب كله متماسك، الشعب كله النهارده انت عرفت في تقريرك ايه؟ السلفيين يقولوا نعم للسيسي، وفي نفس اليوم امبارح التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اللي رئاسته كانت الله يرحمه رفعت السعيد والان خالد محي الدين والزميل سيد عبد العال عضو البرلمان، يعلن في بيان رسمي لاول مره الذي عرضه مبارك 25 سنه كل انتخابات لمبارك، لهذا لن ننتخب الرئيس مبارك، يعلنوا امبارح انضمامهم وانتخابهم ودعاة الشعب المصري، دعوة الشعب المصري ما تحبش شيء. انتم لا تعلمون ماذا يدور. لا لا نحن نعلم. هناك مؤامرة كبرى على هذا الوطن ومؤامرة كبرى على مصر لكي تكون ليبيا وتكون اليمن، بس اذا من اين تاتي نظرية المؤامرة هذه؟ من اين تاتي؟ اقرا كتب التاريخ واقرا الواقع. لا هذه نظريه مؤامره. اقرا كتب الواقع. كتب لماذا هذه الدعوات الى مقاطعه؟ لماذا هذه الدعوات بس منحصره؟ خلينا نسال، لماذا هذه الدعوات لمقاطعه الانتخابات؟ لا توجد هناك احزاب معارضه وشخصيات. يا سيدي انا عارف انت بيان كويس وحافظ، انا عايزك انت تقول. مين؟ انا اسال. هناك دعوات وتتعارف. اسم كويس. اسم كويس يعني يا فندم. حزب الوفد، حزب التجمع، السلفيين، يا سيدي الاخوان في مصر بأكتر من كده، ها؟ خلينا نقول عمرو موسى، أحمد شفيق، عنان نفسه دعوة المقاطعة. فين دول؟ محدش دعا للمقاطعة.
يعني الانتخابات فين؟ انا بسألك هل اسم من دول دعا الى المقاطعة انا بضم صوتي ليه. اذا 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 حزب الوقت، اذا حزب التجمع، اذا السلفيين، اذا عمرو موسى، اذا احمد شفيق، اذا حمدين، اذا الناس دي دعت المقاطعة انا معاه. واجي لك انا اقول لك انا فلان ده دعا انا معاه. لكن انت تجيب شوية نكرات مالهمش صيغة ولا اسم ولا حزب ولا اساس في المجتمع وتقول اصل دول نشطاء دعوا للمقاطعة. يعني لما فرنسا هنا مثلا يطلع شوية شباب وشوية بتاع لا هم من الجمهوريين ولا من ده ويدعوا مثلا لإقالة ماكرون أو إعادة الانتخابات أو 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 تستجيبوا له. أصل الناس بتدعو للبتاع ما يدعو، ما كل الناس بتيجي ودي ودي برضه يقول لك إن دي حالة ديمقراطية موجودة. وإيه هيدعو ليه؟ ويدعو هو فين؟ ويدعو هو في مصر ولا بره مصر؟ وبعد ما دعا حصل له إيه؟ هتتصلوا بيه. نفهم من كلامك أنا باعتبار أنه يوجد خطر محدق على مصر، إذن كل شيء الإجراءات يجب أن تتخذ في حالة الخطر على الأمن القومي، كل الإجراءات يجب أن تتخذ. في حالة الخطر على الأمن القومي هنا في فرنسا اتخذت إجراءات أكبر من التي اتخذت لدينا في مصر. في حالة إبراهيم لينكولن ده إبراهيم لينكولن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أحد أهم دعاة الحرية وحقوق الإنسان، سحق وعمل حرب أهلية عشان ينفذ برنامجه الخاص بإزالة العبودية. حصل ولا ما حصلش؟ وهو كان عضو نقابة المحامين وهو عضو حقوق الإنسان وكذا وكذا وكذا. اللي عمله ديجول في الجزائر، هل ديجول ما كانش ديمقراطي لما سئل وعنده 60 سنة؟ قال له أنا راجل عندي 60 سنة. العالم تغير، هبدأ الدكتاتورية الآن. بس العالم تغير. ما العالم تغير بس أنت في خطر. إذا يا راجل ده احنا عندنا في الإسلام في الفقه يقول لك الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما. يعني اذا الحكم جت ظروفه مره ثانيه، حكم الشرعي عليك ان تنفذ الحكم الشرعي اذا جت ظروفه مره ثانيه. اذا الظروف السياسيه تحكم عليه، اليوم بلد بتتعرض لاكبر مؤامره في تاريخها. الفكره وصلت. المسائل ماشيه كده، احنا هنقول للناس، هنجيب الناس بالعافيه نقول لهم اترشحوا. سوف نرى. عبد الرحيم علي شكرا لك. شكرا. فتلتكم مسائيه متواصله على فرانس 24 قوام عليك.